عادي والله يسعدك. انت ازاي تروح السينما مع دعاء من غير ما تقول لي؟ طيب يا حبيبتي انا شويه بقى في ما قلتليش انك رحت السينما مع دعاء. وايه المشكله؟ المشكله اني معجب بدعاء وبحاول اقرب لها وانت عارف كده كويس. بلالي حبيبي دعاء دي صاحبتي انا اصلا، هو انا اللي معرفك عليها؟ انا اتعرفت عليها في عيد ميلاد ميرفت خطيبتك وهي اللي معرفاني عليها. يبقى مين فينا اللي يعرفها الاول؟ وبعدين يا فين ميرفت؟ ما خلاص. قول كده بقى. اقول كده ايه؟ يا احمد كفايه! انت كل يوم تصحى عندك واحده وتسيب واحده؟ بس دعاء دي مش اي واحده. ايه؟ بتحبها؟ ها؟ زي ما حبيت 100 واحده قبلها؟ وايه اللي يمنع اني احبها؟ يا ابني انت ما بتحبش غير نفسك، انت ليه زيك ما يعرفش يحب اصلا؟ وانت بقى اللي بتعرف تحب؟ انت غيرها مني عشان دعاء مش معبرك. اقول لك ايه؟ انت مالكش دعوه بدعاء فاهم؟ ولو سمعت انك قربت منها تاني ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه.